البريد التونسي وويسترن يونيون يقدموا لكم عم الناجي البوستاجي. اهلا بالعبيد يا هذول كريدي. اهلا ناجي البوستاج. شبيك الدادي وداخل بعض تحكي بيسب 5000 ولا لقيت لها ريحه ريتشل طيب راجلي يا العبيدي. تشنو توا يا حلومه نقعدش لا وجه عليك. انا كامل عبيدي ريتشل ماما. هالنهار المبروك اللحوم الكل تلوج على بعضها. ماما مشيت للبوستا باش تجبد الفلوس اللي بعثهم بابا من الخارج وقالت لي ما تتحركش من الدار وكي بدات جيت تلوج فيها بحذاك. هيا ما قصرتش امك سمعت كلامي واختارت وسترن يونيون باش يوصلوا لها فلوسها من الخارج. قل لي يا وليد امك تخدم في الخارج وبعثت الفلوس ومشت تجبد فيهما برا. شو ولدي تهنى ماما مش باش تبتا بوسطة الحومة قريبة برشا وحط في بالك اللي في كل مدينة وكل حومة تلقى فيها بوسطة وكل واحدة فيها وسترن يونيون وذاك علاش ما عادش تبتا. الا وجع عليك وانتي هوني مش قلتلك ما الدار ما تخرجش. اي قدامي نهار على عمة وانتي للا منين تعرفوا عمة. اي 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 روح بيك دقيقة برك. قولي لعبيدي عندك خبز عربي؟ خبز عربي لا عندي كان خبز طليان. ايش عملنا مالا اشري خبز طليان وتوا حلومة الترجم هلك. زعم شنو المثل ينطبق على الحلقة هذه؟ واحد يد واحدة ما تصفقش. اثنين قالوا تعرفش العلم قالوا نزيد فيه. للمشاركة ابعث سماس على 87 95 95. اربح على كل حكاية 1000 دينار كاش وجائزة العيد الكبرى وصل شراء بقيمة 5000 دينار. رمضان السنة مع البريد التونسي وويسترن يونيون اربح وافرح.